أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم شاهد على العصر. عبد الغفور عرعور يحييكم أجمل تحية. من منزل السيدة شاهنة سمباتيك، والتي ستحل ضيفة على برنامجنا ولعدة حلقات، نتمنى أن تمضوا معنا أجمل الأوقات. وللتذكير فقط، تعتبر الفنانة شاهنة سمباتيك من أشهر راقصات القرن العشرين بلا منازع، وقد حصلت على جائزة مهرجان على دقة ونص في مطلع الستينات، كما حصلت على ميدالية الشرف في مهرجان هز يا وز الدولي، هذا بالإضافة إلى وسام الجدارة التي حصدته في كرنفال هشك فشك العالمي المنعقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، وعلى درع الفنون وجائزة لجنة التحكيم في مؤتمر تفعيل دور الرقص الشرقي في مواجهة التحديات المنعقد في الهند. أما في إسبانيا والتي سادها العرب وحكموها عقودا من الزمن، فقد فازت بجائزة الحية الرقطاء على رقصتها الوطنية عائدون في مهرجان فيفا إسبانيا. ولعل من أهم أفلامها على الإطلاق فيلم رقصني يا جدع هزي يا نواعم، وهو من تأليفها وإنتاجها ومكياجها، وفيلم رقصة عمتي، وهو من إنتاج الثقافية للفنون النسوية العربية، وفيلم الراقصة والسياسي المأخوذ عن فيلم الأمير والراقصة لمارلين مونرو ولورانس أوليفييه. انتخبت شاهنة سمباتيك عام 1973 كصاحبة أجمل خصر، ولقبت فيما بعد بالهزازة، ولازمها هذا اللقب حتى الآن. افتتحت شاهنة سمباتيك بعد اعتزالها معهدا لتعليم فنون الرقص الشرقي وهز البطن والورك، وساهمت إلى حد كبير في تصدير هذا الفن إلى معظم الدول الغربية، وذلك من خلال مشاركتها بالعديد من المهرجانات العالمية رقصا ومحاضرات وتوعية. وأهم من هذا كله أن للسيدة الهزازة شاهنة سمباتيك بصمات مهمة جدا على الحياة السياسية في عدد من العواصم العربية. باسمكم وباسمي أنا محدثكم عبد الغفور عرعور، نرحب أجمل ترحيب بضيفتنا العزيزة شاهنة سمباتيك، فأهلا وسهلا بالهزازة شاهنة. يا عميد أهلا وسهلا فيك، شرفت. أعزائي المشاهدين، نتابع الحوار بعد فاصل قصير، فإلى فاصل قصير فابقوا معنا. شو رأيك مدام بهالمقدمة؟ كتير حلو، الله يعطيك العافية يا رب. يا ستي الله يخليكي. ست شاهناز، شو رأيك بما أنه بيتك يكاد يكون متحف، نتجول شوي بالبيت ونصور بعض التحف؟ ليش لا، ما عندي مانع بنوب، تفضل تفضل. الله يخليكي ويعزك، تفضلي. تفضل. أبو هاشم لو سمحت الحقنا. شو رأيك نبلش من هون مدام شاهناز؟ مثل ما بتحب، أنا ما عندي مانع. شايف اللوحة هاي؟ يا سلام، فعلا حلوة كتير، يا ريتني كنت بعرفك بهداك الوقت. شكرا كتير على هالمجاملة. هاي اللوحة رسم لي إياها مسؤول كبير بالجامعة العربية، وعلى ما أذكر كان في اجتماع لوزراء الاقتصاد العرب إحدى الدول العربية، يعني بدك تقول الله سنة 79، وأنا طبعاً يعني كان لي الشرف أني أرقص بحفلة صغيرة على هامش أعمال الاجتماع، ورقصت فيها لوش الصبح، وبالصدفة كان هالمسؤول حضران الحفلة، وبما أنه يعني هواياته الرسم لفتت نظره ورسم لي هاي اللوحة وقدم لي إياها، صدقني ها صدقني بدون أي مقابل، وليكو توقيعه عليها المساعد الأول لشؤون المهجرين. هو فعلاً هاللوحة نادرة وبتسوى تقلى ذهب، مو لأنه وشك فيها هيك غجري وحلو، لا، بس يعني ما بعرف، في خيط رفيع من التشابه بينها وبين الجوكوندا. معك حق، صرت سمعاني هذا الرأي أكثر من مرة. التحفة هي هداني إياها وزير خارجية أمريكا سنة 69، وقتها أجا بزيارة خاصة على البلد وطلبني شخصيا لحتى ارقص بحفله اقاموها على شرفه، وبعد الحفله تصور معي وحدثني حديث طويل وانبهر فيني كثير بما فيه الكفايه، وهداني هالتحفه اللي شايفه قدامك. ويا ترى ما دار شي حديث جانبي بينك وبينه؟ بلا لكن يو
على ما أذكر قال لي يا مدام شاهيناز أنتوا العرب الرأس بدمكن ماشي، وبتصور مشان هيك دمكن حامي. وشو جاوبتي حضرتك؟ قلت له كلامك صحيح ومزبوط، ونحن لهذا السبب دمنا حامي وعنا نخوة وعنا حيوية ومنتأثر بالأحداث اللي عم تدور حوالينا، بس أنتوا دمكم بارد لدرجة إنه ما في شي بالعالم عم يميزكم. ويوميتها بيني وبينك يعني زعل مني كتير، وكان رح يترك الحفلة ويحرد، وكان ممكن كمان يصير أزمة دبلوماسية من وراء هالجواب اللي نترته يا لولا يعني تعرف اتدخلوا بعض الأطراف المحايدة. فعلا جواب مفحم، جواب تاريخي مدام شهناز، خرجوا الله لا يقيمه. ويا ترى شو قصة هالفقاشات هدول؟ يا سيدي هدول فقشت فيهم بليلة نكسة حزيران. أوف، معقول مدام شهناز؟ طبعا، لأني لما سمعت بخبر النكسة زعلت كتير وانقهرت من قلبي، وقررت يوميتها أني اعتزل الرقص، بس بعدين يعني رجعت لعقلي ورقصت حافي على أسطوح بيتنا أكتر من ساعتين، وهالطيارات عم تحوم بهالجو وأنا عم أرقص وأبكي أرقص وأبكي. عفوا مدام، بس شلون بترقصي بمناسبة حزينة مثل النكسة؟ يا أستاذ الطير يرقص مذبوحا من الألم، منشان هيك يعني أنا احتفظت فيهم كنوع من الذكرى. طيب شو اللي خلاك ترجعي عن قرار اعتزالك؟ جمهوري ما خلاني، الله وكيلك، اجتني أكثر من 60,000 رسالة من المعجبين عم يطلبوا فيها أني ارجع عن قرار اعتزالي، وتظاهروا قدام بيتي، وفي منهم طلاب كمان اعتصموا بالجامعات لك وأضربوا عن الطعام، وبالفعل كان يوم تاريخي. عفوا ست شاهيناز، ممكن أعرف شو سبب تعلق الطلبة فيكي؟ السبب أنه علاقتي فيهم كانت حميمية كتير، وكنت أعطف عليهم وعلى قضاياهم. يا ستي الله يطول عمرك ويديمك زخر لهالوطن. وبالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، مو بس حضرتك اللي استقلتي، بقصد اعتزلتي ورجعتي بناء على طلب الجماهير، لا، في مسؤولين كبار اعتزلوا مناصبهم والعمل السياسي كله بعد النكسة، ثم رجعوا لمناصبهم رضوخا لرغبة الجماهير. فعلا يا سيدي، أنا بعتبر هالمسؤولين قدوة. ما في شك، لأنه الإنسان يا مدام شاهيناز بيقتدي دائما بالعمالقة. هو شوف، لقلك شغلة إذا سمحت. تفضلي. صحيح أنا رجعت عن قرار اعتزالي بناء على إلحاح الشارع العربي، بس كمان بالمقابل أفلامي كانت تجيب للبلد قطع نادر وعملة صعبة، وبصراحة أنا خفت أحرم هالبلد من هالمصدر المهم، منشان هيك كانت استجابتي للرجعة للرقص سريعة كتير. يا ستي بارك الله فيكي ويكتر من أمثالك، وشكرا لهالدافع الوطني، وفعلا قرارك تاريخي. وبهالمناسبة يعني بحسن أقول إنه نحنا ممكن نلاقي مسؤول سياسي بكل بساطة، بس ما ممكن نلاقي فنانة مثلك عالطالعة والنازلة، إيه ما ممكن، شو الحكي؟ طبعا، لأنه ما في إلا شاهيناز سنبتيك وحدة. طيب خلينا هلأ ننتقل للصناديق الزجاجية، ممكن تشرحينا لو سمحتي؟ تفضل تفضل. هاي البدلة رقصت فيها بعيد الثورة. حلو جدا، اللون الأخضر بيوحي بالازدهار والنماء. وهاي البدلة رقصت فيها بعيد الأرض. فعلا معبرة مدام، لون ترابي معفر. إذنك بس. تفضلي تفضلي. هاي البدلة رقصت فيها بتونس سنة 78. أيوة. كانوا عم يحتفلوا بمناسبة فوزهم على المكسيك بكأس العالم. حلو جدا. طيب مدام شو قصة هالطبلة المفخوتة؟ وشو سبب احتفاظك فيها بمتحفك؟ هاي الطبلة انفختت بإيد الطبال الله يرحمه محسن الدفاش. الله يرحمه. يعني كانت إيده تقيلة على الطبلة، الله يحسن إليه؟ لا، بس كان في عندي حفلة بدولة بادلتينا بمناسبة انتهاء المؤتمر الآسيوي الإفريقي، وكان وقتها رئيس وزراء بادلتينا الآسيوية حاضر الحفلة. نوازل جام غضبه؟ بالضبط، صحيح كان محبوب من شعبه، بس ما إلك محب إلا وإلك ميت عدو، خاصة بالسياسة. صحيح، بس نوازل جام غضبه وللأمانة التاريخية له مواقف مشرفة كتير مع العرب مدام. مزبوط، هي معك حق فيها، وقتها كان رافع شعار الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. مزبوط مدام، صحيح، هالشعار كان موضة بهداك الوقت. المهم يا سيدي، لما فات نوزال جام غضبه، نوازل جام غضبه عالصالة، حسيت انه رح يصير مشاكل بهالخليط العجيب يلي حضران حفلتي، واشعر بدني.
من البرد؟ لأنه لبس الرقص بيخلي الوحدة بك مو من البرد. شو من البرد أنت الثاني؟ من الرهبة. أيوة فهمت عليكي، من رهبة الموقف يعني. تمام، ولهالسبب اتفقت مع البلاط وقلت له. أنو بلاط؟ بيبعت لي أنا، قصدي مع الطبال. اتفقت مع الطبال وقلت له شوف يا محسن، خلي عيونك على رئيس الوزراء وانت عم تبلط وانت عم تطبي، واوعها اوعها تلتها فيني وبحركاتي، وراقب لي البواب والمداخل والشبابيك والممرات، واذا يعني شفت انسان مشبوه او مشكوك بامره اضرب على الطبله ضربه قويه حتى تنبهني، واترك الباقي علي. فعلا فعلا صار اللي توقعته بالضبط. اعوذ بالله، ليش شو صار؟ فعلا هالليلة تاريخية. لا وانت شوف كيف صارت حالتي وانا عم ارقص. تكركبتي مو هيك؟ تكركبت كتير، تكركبت وبس. الله وكيلك صرت ارقص وعيوني شايحة هون وهون، وتشتت تفكيري تماما، يعني هم بدي اخلع وهز وهم بدي انتبه ورائب، واحترت احترت والله حيرني. فعلا موقف صعب، موقف حرج كتير، موقف تاريخي. شو هالحكي؟ شايف شايف يا استاذ على هالمسؤولية. المهم يا استاذ عبد الغفور، لما قربت من طاوله نوازل جام غضبه، ايه ما اسمع لك الا ضربه هالطبله القويه تبع محسن الدفاش الله يرحمه، وحسيت شي وانفخت. قمت فورا من حلاوه الروح التحشت على رئيس الوزراء ودفشته وسطحت فوقه وانقذته من رصاصه كانت رح تجيب اجله، بس الله ستر يعني ومشي الحال، وقاموني بالزور من فوق رئيس الوزراء، مو من شان شي يعني، بس خافوا عليه ليقوم ينفعس لانه كان كتير رفيع، وبصراحه انا يعني طولت انا ملتحشي فوقه، بس مو بقشط شيها لا سمح الله. لا طبعا ولو يعني كان قصدي الحفاظ على روحه بس. يعني المهم ما تصوب الزلمه. لا الحمد لله، لانه بالحقيقه لا كان في رصاصه ولا هم يحزنون، كل القصه وما فيها انه لمبه انفجرت وعملت هالصوت القوي. يا ستي ألف الحمد لله على السلامة، وفعلا هالليلة ليلة عمر ما في كلام، والأحداث اللي عم تصير معك تعتبر معلومات تاريخية. بالمناسبة أستاذ عبد الغفور، أنا هي أول مرة بذكر فيها هالحادثة، يعني لولا تكون محطتكن عزيزة على قلبي ما كنت قلتها أبدا. بتعرفوا أنتوا إلكن مكانة خاصة عندي، لولاكن أنتوا مستحيل أذكر هاي الحادثة. شكرا لك ست شاهيناز. طيب بالمقابل شو كانت مكافأتك من رئيس وزراء دولة بهدلتينا؟ بادلتينا. عفوا مدام شاهيناز، بادلتينا. والله يعني الزلمة ما قصر، عزمني على بيته وكملنا السهرة هنيك، وقال لي من أي دولة أنتي؟ قلت له عرب. قام هز براسه هيك وسكت، وتاني يوم طالع قرار رئاسي سامح فيه الدول العربية بالمديونية الضخمة كلياتها، وبعت لنا شوية سلاح وبواريد. يعني صحيح كانت هاي الأسلحة منسقة وبطلانة موضطة، بس كتر خيره يعني شو قلنا عليه الزلمة. قلتك أبو هاشم، صورت كل أجزاء المتحف؟ كله تصور أستاذ. عظيم جدا. مدام شو رأيك نسجل أول جزء من اللقاء؟ مثل ما بتحب أستاذ عبد الغفور، تحت أمرك أنا. لا العفو يا ستي، تفضلي. شكرا. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين. ست شاهيناز، يقال أنه كان إليك دور مهم كتير بإفشال المحاولة الانقلابية يلي قام فيها جنرال عبد المجيد بعام 69، فما مدى صحة هذا الكلام؟ الكلام صحيح، لأنه أنا فعلاً كان إلي دور كبير كتير باللي صار. ممكن نعرف التفاصيل؟ يوميتها كنت عاملة سهرة كبيرة عندي بالبيت، وكان من بين المدعوين عدد كبير كتير كتير من الضباط، وكان الجنرال عبد المجيد من بين المدعوين كمان.
الحقيقة أنا بدي أعتذر منك لأني مضطر أمشي. لا معقولة تمشي من هلأ؟ إيه الحفلة بأولها. شو بدي أعمل؟ أنا لازم نام على بكير لأنه بكرة عندي شغل مهم كتير. بس أنت دائما عندك شغل مهم ورغم هيك بتسهر للصبح. صحيح، بس شغل بكرة غير شكل. شو يعني غير شكل؟ ليكون بدك تعمل شيء انقلاب. ليش اللي عم يساوي انقلابات؟ بشو أحسن مني؟ تصبحي على خير. وأنت من أهله. الحقيقة أنا شكيت بالموضوع، خصوصي إنه الجنرال كان عنده طموحات كبيرة كتير وكان دائما يعني يتذمر من الوضع بهديك الأيام. شوفها، اتعزز الشك عندي لما الميجر أديب انسحب من الحفلة بعده مباشرة. تصبح على خير. وانت من أهل الخير. خصوصي انه الميجر أديب كان ايده اليمين للجنرال وكاتم أسراره بنفس الوقت. يعني انت شكيتي انه في انقلاب عم ينطبخ؟ بالضبط، وطبعا كان شكي بمحله. طيب كيف تصرفتي مدى؟ وركدت لك دغري على هالتليفون واتصلت برئيس المكتب السري، وانا يعني بهديك الايام كنت بعرفه منيح. حكيت له كل اللي صار بالتفصيل وحذرته من هذا الجنرال عبد المجيد. وشو كان رد رئيس المكتب السري؟ طبعا اهتم كتير بالمعلومات اللي انا اعطيته اياها واتخذ اجراءاته فورا وقدر يحبط المحاوله اللي كانت بدها تصير تاني يوم. فعلا يوم تاريخي. ايه، بس من حظ الجنرال انه قدر يهرب على الحدود وسافر على بلجيكا وضل عايش هنيك. وبعت لي خبر من هنيك مفاده انه اذا قدر يرجع على البلد بيوم من الايام ما رح يشتفى غليله الا لحتى يعلق مشنقتي. بس طبعا ما قدر يرجع وضل عايش ببلجيكا لحتى توفى هنيك. هذا طبعا حسن حظي استاذ. طيب فينا نعرف انت ليش بلغتي عنه؟ سؤال وجيها حجاوبك عليه. وبصراحه انا بلغت عنه لاني ما كنت استلطفه ابدا، يعني كان شخص مغرور ومتعجرف والصراحة ما بيستاهل أبداً الموقع يلي كان ما بيحلم فيه بحياته. حلو كتير. مدام شاهناز ممكن ننتقل لملف تاني؟ ايه تفضل، لك أنا تحت أمرك. يقال بأنه كان إلك دور كبير بتغيير مجرى الانتخابات بإحدى عواصم المغرب العربي بمطلع السبعينات، بقى شو رأيك بهالكلام؟ هذا الكلام صحيح. اسمعني أستاذ عبد الغفور، بهديك الأيام كان في 3 أحزاب أساسية عم تتنافس بالانتخابات: حزب الوسط وحزب وسط اليمين وحزب وسط اليسار. وكانت التوقعات إنه حزب وسط اليسار هو يلي بده يكتسح الموقف. نعم، وشو يلي صار؟ أثناء تواجدي هنيك ونتيجة علاقاتي الجيدة مع كوادر حزب الوسط وحزب وسط اليمين قدرت إني أجمع رؤساء الحزبين بحفلة ساهرة واحدة. وطبعا يعني أثناء الحفلة اتخذوا قرار إنهم يتحالفوا مع بعض، ونتيجة التحالف خسر حزب وسط اليسار الانتخابات خسارة فادحة. طبعا شو نتيجة هالقرار؟ قرار تاريخي ما في شك. طيب أنت مدام شو كانت مصلحتك من كل هالشي؟ الحقيقة يعني ما بخبي عنك، علاقتي ما كانت جيدة مع حزب وسط اليسار، وكانوا يعني هاجموني كتير بالمجلة تبعهم لدرجة يعني تصور اتهموني مرة بالعمالة لقوة خارجية وعزفوا كتير على وتر أصولي التركية. هو الأصل تركي على ما أعتقد، مو هيك مدام؟ والله ما بعرف، الله أعلم. أصبح خلينا ننتقل لحركة 27 أيار الشهيرة، شو كان دورك بهالحركة؟ بكل بساطة بقول لك إنه حركة 27 أيار طلعت من عندي أنا من البيت. ممكن توضحي أكتر؟ يا سيدي زعماء الحركة كانوا يجتمعوا عندي بالبيت وكان كل التخطيط يتم بحضوري. وكيف كانوا يخططوا؟ كل يوم تنين وخميس كانوا يعملوا اجتماع عندي ويضلوا سهرانين هيك بدك تقول يعني لحوالي شي الساعة 4:30 الصبح. وهي المسكينة فضة البنت اللي شفتوها عندي كانت تضل سهرانة على تقديم هالمشاريب طول الليل. وأحيانا كانوا يختلفوا كتير ويتخانقوا مع بعض، بس أنا وين كان دائما هدي الأمور وصالحهم مع بعضهم. طيب يا ترى كانت تتم اتصالات بين أعضاء الحركة وجهات أجنبية؟ بصراحة يعني كان في هيك شيء،
ما بخفي عنك انه انا رتبت لقاء تاريخي بين زعيم الحركه والسفير الانجليزي، وكمان صار لقاء تاريخي تاني بين امين السر والقنصل الكندي. طيب برايك ليش فشلت الحركه؟ معلوم بدها تفشل، لانه كان لازم يضموا معهم ضابط تقيل بالجيش، مع اني شوفها نصحتهم بهالشي وما حدا رد علي. وبذكر مره رشحت لهم كولونيل مهم كتير، كان عنده افكار قريبه كتير من افكاره، بس كمان ما قبلوا وضلوا هيك ميبسين راسهم لحتى فشلت الحركه من اساسها. ابو هاشم ستوب اذا بتريد. يعطيك العافيه مدام شاهيناز. الله يعافيك. اسفين كتير، يمكن تعبناك اليوم معنا كتير مو هيك؟ لا ولو يا استاذ، يا ميت اهلا وسهلا فيكم. الله يعزك. طيب شو رايك نكمل تسجيل الاربعاء الجاي مثل هالوقت؟ مثل ما بدك، انا ما عندي مانع. بنوب اصبح يلا، بدنا نستاذن احنا مدام، وشكرا لك على هالحلقات التاريخيه فعلا. ولو يا استاذ، يعني هذا واجبي بصراحه، لما احلاني عم ببخل على هالتاريخ بهالحقائق. حلفت بالله ما بتقومي، والله ما بتقومي. منروح منعرف الطريق مشان ما فاصلك. يلا بالاذن. الله يسلمك. الله يخليكي يا فطه. وصليهم الله يرضى عليكي. شيخ 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 شيخ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خير استاذ؟ شو في؟ شيناس سنبتي. شو بقى؟ عطتك عمره امبارحه بالليل. شو عطتني؟ ماتت امبارح الله يرحمها. ليك البرقيه عم يطلبوا منا اذاعه النبأ بالنشره الرئيسيه. حسبي الله ونعم الوكيل على هالقصه. فظاعه. معقول؟ لعم على هالكم اللي اكلناه. لك صرنا شهرين عم نسجل معه. لك كانت تحكي ونحن عم نسجل. عفوا، شو بدك تحكي انت الثاني؟ لك تقول يا بتلحقوني يا ما بتلحقوني، يعني انا مريضه. انا ما في هالبلا يا رجل، بس الاعمار بيد الله عز وجل. لعم والعمل هلا. المشكله انه اذا عرضنا اللي سجلناه رح يبين مبتور. خلص استاذ ولا يهمك، اترك هالموضوع علي انا. يعني عندك البديل؟ نعم، بتصوري موجود. مين هو دخيلك؟ خليني رتب الامور بالاول وبعدين بقول لك. هلا لا تطف لي قلبي، قول مين هالبديل بقى؟ أربعة، ثلاثة، اثنين. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شاهد على العصر. عبد الغفور عرعور يتمنى أن تمضوا معنا وقتا طيبا. في البداية كان لها فضل المساهمة في كشف جاسوس عام 1959، وفك مشنوق وطني عام 1924، وشنق مجرم هربان عام 1939، كما أنها رقصت في المعتقلات والسجون، وأفرجت عن صحفي غربي معتقل في أحد السجون العربية عام 1962. نعم سيدتي وسادتي، إنها المرحومة شاهيناز سنبتيك. ويسرني في هذه الحلقة أن أستضيف السيدة فضة البعراني مستشارة الهزازة شاهيناز سنبتيك لتكمل الحديث عن مآثر الراحلة الفقيدة. فاصل إعلاني قصير ثم نعود بعد فاصل إعلاني قصير، فابقوا معنا.